ما سر وقوع زلازل الشرق الأوسط؟ الهزات الأرضية الأخيرة في سوريا أعادت للأذهان الزلزال المدمر الذي ضربها مع تركيا العام الماضي، ليعاد السؤال عن سبب حدوث الزلازل في المنطقة. بداية، تخيل قشرة الأرض وكأنها قشرة بيضة متصدعة، كل قشرة منفصلة تسمى بصفيحة تكتونية. بين هذه الصفائح توجد شقوق تعرف علميا بالصدوع، تتحرك باستمرار بجانب بعضها بأشكال مختلفة. عندما تتحرك صفيحة تكتونية فوق أخرى، يتم تحرير كمية كبيرة من الطاقة، وهذه الطاقة تنتشر على شكل اهتزازات في الأرض تسمى الزلازل. في منطقة البحر المتوسط والبحر الأحمر تلتقي عدة صفائح تكتونية كبيرة مثل الصفيحة العربية والصفيحة الإفريقية. حركة هذه الصفائح بجانب بعضها البعض تسبب الزلازل. منطقة شمال سوريا مثلاً هي من أكثر المناطق عرضة للزلازل، لأنها تقع على الصفيحة العربية والصفيحة الأناضولية، وعندما يتراكم الضغط على هذه الصفائح ويتجاوز قدرة الأرض على تحمله يحدث الزلزال. بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض الأنشطة البشرية مثل بناء السدود الكبيرة أو استخراج النفط والغاز، والتي قد تزيد الضغط على القشرة الأرضية وتجعل حدوث الزلازل أكثر احتمالاً.